ماتيلدا عمرها 9 سنين، ذكية بس بتفركش بكل شي بتعمله، ما فيها تاكل لحالها، ما فيها تلبس لحالها، بتضلها مضيعة أقلامها ودفاترها. فوقت نشوفها قاعدة لوحدها وحزينة. أنا بحس حالي مش مثل غير ولادي اللي بعمل، بدي ألعب معهم بس بشكلها دايما، بعمل جهد كبير تأهلي وانبسطوا مني، مش عطول بقدروا. ماتيلدا معها ديسبراكسي، يعني عسر بتنسيق الحركة، مش بإيدها، ما تلوموها، تساعدوها. CLES، المركز اللبناني للتعليم المختص في رعاية وزارة التربية.